الاسم احمد الحمود، العمر 27 سنه. اول مره جيت على تركيا من 7 سنين. نحن اخر سفره جينا بدنا نرجع فيها لهون كنا مجتمعين قدام المعبر، المعبر تبع شحن صاير، ما هو المعبر تبع ادرنا. صار اجى البوليس تاني نهار الصبح علينا، نحن بتنا بالمساء هناك، طلعنا تاني نهار الصبح الساعه 10 بالتمام، قال ما راح يضل ولا شخص هون. في سيارات عم تاخذ على اسطنبول وفي سيارات عم تاخذ لليونان، بدكم تروحوا على اسطنبول تركبوا بهي الباصات، طبعا الباصات المأمنة الدولة التركية ما كانوا ياخذوا منها مصاري، وفي باصات بتاخذ على الطرف اليوناني يعني لعند البلم وعلى التهريب على القطعة هي. ففي ناس ما ردت تروح على البلم، يعني كانوا انه مستنيين بلكي لعل وعسى انه اليوم يفتح المعبر او بكره يفتح المعبر، انه المقصد بنضل قدام المعبر لبين ما يفتحوا ونفوت من الباب النظامي. فاجوا قالوا انه هذا القرار ما راح يصير وكل الناس عم تطلع تهريب، بدكم تروحوا مع هالناس روحوا، بدكم ترجعوا على اسطنبول ارجعوا، قدام المعبر ما بصير تضلوا. فالنتيجه كثير ناس ما ردت تروح على التهريب، اجوا لعنا وصاروا يقولون انه هي السيارات طالعه على اسطنبول، صرنا نطلع بالسيارات. السياره وقت اللي مشت على اساس انه ماشي على اسطنبول، فجاه بنشوف انه السياره بتفرق على اليمين على اليسار وبتضلها ماشيه. بنسال الشوفير انه انت قايلنا على اسطنبول ليش رايح من هذا الطريق؟ كان معنا 2 من البوليس، طلعوا غلطوا في حق الناس انه قال لنا نشتغل احنا على كيفكم، اسكت ما بدي اسمع صوتك، يعني صاروا يهددوا الناس انه مشان ما يحكوا، وكملوا فينا لنقطه التهريب. نزلونا هنيك قالوا انزلوا هيك باتجاه النهر، البلم تحت عم يستناكم، خلي قطعوكم على اليونان، احنا ظالمين انتم ما بدكم ايانا، روحوا على اليونان. فما طلع بدنا نسوي شيء، نزلنا بالباص واستنينا تمشي الباص والعساكر اللي معه، ورجعنا جينا تهريب لبين ما وصلنا للمنطقه اللي احنا قاعدين فيها. الشعب التركي صار عنده اطلاع على الموضوع وصار يعرف انه احنا مهزومين هزيمه وبدنا نطلع نرجع للمنطقه الام اللي هي اسطنبول، بس تطلع المنطقه الحدوديه لاسطنبول، انه اطلعوا على الفكره هي وعرفوا انه الموضوع ممنوع، صار ياخذوا بدل الضعف 10 اضعاف ليطلعونا. يعني غلط انه يخبروا الشعب السوري انه احنا فتحنا الحدود وطلعوا، واللي يطلع على اوروبا يطلع، هذا اكبر غلط بظن انه اتخذوه وخبروا العالم فيه.